يا قلبي قلبه، احب السنه، انا اموت فيس اموت فيس. يا ليتني فنيله وتغسلينها وتنشرينها مع دومس. ها ها يا قلبي. دحومي حبيب الدحوم، انا كمان احبك. يا قلبي عادي عادي عادي، نرجع من اول. يا ليتني فنيله ها وتغسليني وتنشروني مع دومس. مع هدومي يا قلبي. خلاص وصلنا، مع هدومس. انا بعد احبك يعني بصراحه، يعني متى يعني على العين؟ ها عرس عليس، ها وقعد ماس يعني، ها ويعني نركب حصان ابيض انا وياك ونمشي فيه. يا قلبي بعد ما تخلص من المدرسة وتخلص السادسة وتتوظف وبعدها نعرس. ترى على فكرة يعني أنا يا ماشي، في ناس السمر ما تطلع على سطوح الناس، خليني أشوف. يا ولا ولا، هذا أبو راشد. أبو راشد من فينا؟ أتحيب؟ لا 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 يا أبو راشد، ما أنا بتحيب، ما أنا ديك ديك بس استهبل استهبل كأني إنسان. تحيب يا السمر ما تجعل الديك ينقرع حتى على السلام تلعب راسك. انا جايك الحين اوريك يا السمر ما تحيب. قم يا يما قم، السبت طلعت ما عاد وقت للمدرسه. طيب سمي يمه، صاحي صاحي، ترى صاحي من الصبح انا يمه. تعال يا يمه افرجيك قبل لا تروح المدرسه، اخاف ان حد عداك بالقمل. ان شاء الله يمه ان شاء الله. يلا يلا يمه، والله صدقني يمه انا احس بعد الاوقات اني انا يمكن اهجر بالديره واترككم يمه تدورون واحد صحونا كل صبح. انت حيك حبيبي، وين تروح عنا؟ انا واك واك. صبر شوي. وش ذا؟ وش يمه؟ عرقة. يا ليل الليل، وانا امس وانا نايم امضغ فيها صحيت ما لقيتها، قلت يا رب ضاعت يمكن لحسها الشيطان. طلع طلع يا امه، طلع شوي 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 شوي. اقلع يا امه لان ترى توني شاريها وبعد فيها يعني طعم حلاوه بعد، يعني ما سهلكت كثير. شوي شوي هذه هي. ها باقي شوي باقي شوي، لان كانت كبيره يا امه. اول حقي يا الله خلاص يا قمر الله، ولا جيت فعلنا ما في قمر يا يمه. أقول يما ها صبر شوي، أنا بعطيك نصين وأنت نفذ اللي أوصيك عليه. ها عندي هكا بوصيك، بس عاد لا تنسى. إي يما وشو؟ أبيك تروح. لا تقولين لا تقولين تسبح يما. ماني قايلة يا معفن، روح حق مزرعة مصالح وقول حق مصالح تعطيك طماط عشان خالك بيتعشى عندنا، ودي أسوي رز بصل وغير ضحن. يا قلبي رز بالطماط هذا موت فيه أنا يما. إلا بسوي رز بالطماط، قول لها بعد تعطيك تمر، توهم صار مين لخلهم. ما شاء الله يا ام دحيم ما شاء الله، وش الدلع؟ رز وبصل وطماط وقرشين، انا حاسس اني ولد كعكي كول. اقل قم لا اخذ منك هالقرشين، قم قم يلا. يلا اللي بعده. وش تبي؟ يا الله يسلمك ما ابي شيء. واقف الطابور ليش؟ والله احنا ترى يعني نضيع وقت لان ما معنا فلوس اصلا، وذا الشباب ما خلوا شيء من فسحتهم، ياكلونها كلها حتى بيمشي يشربونها، فاحنا يعني جاي نتمشى. يلا يلا. وانت وش تبي؟ انا مثله، جاي نوسع صدورنا ونتمشى لين تخلص الفسحه ونروح ندور سندوتشات الدوافير، يقولون فيها طحينيه. ثاني مره لا توقفوا في السر وما معكم فلوس، يلا فارقوا من هنا. هلا 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 حمد الله يسلمك، والله والله.